السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناه سميره البيتي. في هاد لا فيديو ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه غزاله بزاف رائعه، صالحه لجميع الاعمار، سواء الصغير سواء الكبير، سواء رجال نساء، كل شيء. المرضعات، الحوامل، يا الحوامل ما يديروش فيها الصوجة، يقدروا يعوضوا الصوجة بشي حاجة أخرى. هاد الوصفة هادي لزيادة الوزن وتقوية ديال الجسم، كتعطيكم الطاقة والجهد. الناس اللي عندهم فقر الدم تعطيهم الطاقة كتير والجهد كتير، ما فيهاش مقادير اللي هما كتار بزاف، بسيطة واقتصادية. نخليكم على فيديو من الأول حتى الأخر، ما تفلتوا فيه حتى شي لقطة باش تعرفوا الطريقة كيفاش كتصايب الوصفة. بداو لا فيديو بصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وسلم تسليما كثيرا. واحد الحاجه بعدا غادي نقولها لكم، الا كتسمعوا الصوت ديال الشخير ولا شي وشوشه في الفيديو، راه ولدي حطها حدايا وكنهضر غير بشويه باش نسجل لكم الصوت للفيديو. المهم البنات، الوصفه غادي نحتاجوا فيها كيلو، هنا درت غير النص، تقدروا ديروا كيلو، انا درت هنا نص كيلو ديال الزنجلان ولا السمسم. قدرت تنقيو البلدي خدوه، ما قدرتوش خدو غير العادي اللي خديت، هو كيكون شويه منقي ما فيهش تماره بزاف. كتنقيو كتغسلو كتخليو حتى كينشف، كتحمصو غير واحد شويه فوق البوطه، وكتسولو ما تحمصوش بزاف باش يبقاو فيه المنافع ديالو. نفس الشيء غادي نديرو الصوجة، حتى هي خديت فيها نص كيلو. غادي تاخدوها صوجة ولا الصويا، غادي تاخدوها حتى هي تغسلوها، ما تغسلوهاش هي، ما كتغسلش، غير تحمصوها وتمسحوها مزيان وتحمصوها فوق العافية كذلك واحد شوية ونزلوها. كتاخدو المكونات كطحنوهم في الطحانة الكهربائية حتى كيوليو على شكل بودر. بالنسبة للصوجة انا هاد الشيء نقيتو وديتو للعطار، ما خرجتش ليا مطحونه بزاف، ولكن نتوما حاولوا انكم تطحنوها تجي بودر. باش المهم النساء ولا الناس اللي باغين الصوجه تبان في الوصفه ولا الزنجلان يبانوا في الوصفه، يقدروا يهرمشوهم يديروهم نص نص، نص مطحون بزاف ونص مطحون شويه، اللي كتعجبهم شويه القرمشه في الوصفه. ما علينا، كتاخذوا المكونات ملي كطحنوهم كديرهم في شيبور، وكتزيدوا عليهم 3 معالق كبار ديال العسل الحر. ما عندكمش ديروا غير العسل العادي، وجمعوا هاد المكونات كاملين مزيان وشكلوهم كويرات. كما كتشوفوا شكلتهم هنا كويرات، كتبقاو غاديين بنفس العمليه، شكلهم كويرات اللي يكونوا مقادين، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار كما بغيتو تشكلوا شكلو. المهم انا ملي ساليت شنو درت، خديت الشوكولاته الابيض. علاش انا درت الشوكولاته الابيض وما درتش الشوكولاته الكحل هذه المره؟ على ما قريتها البنات وعلى ما عرفت، لقيت ان الشوكولاته الابيض في هذه الوصفه هذه غيغنيها بزاف اكثر من الشوكولاته الكحل. هو اصلا مصنوع من، يعني فيه واحد النسبه ديال الدهون بزاف على الشوكولاته الكحل، داكشي علاش درتو في هذه الوصفه. المهم الا شفتوا الفيديو حتى الاخر غادي يبان لكم ثقال معايا شويه. علاش؟ كان ولدي تيبكي ليا وغفلت عليه. هو الشوكولاته الابيض الا كتغفلي عليه ما خصكش تغفلي عليه، ديري على العافيه مهيله بزاف، غير سيدوب تطفي على العافيه وكتحيدي. المهم انا غنشرح لكم الطريقه كيفاش تذوبوه بالنسبه للمبتدئات اللي ما عارفينش. انا خديت النوع ديال الشوكولاته اللي خديت كالا، هذا الشوكولاته الابيض كيكون بنين والطعم ديالو زوين بزاف وترخيص في الثمن. خديت غير النص ديال الباكيه، باقي لها شي 260، ما عقلتش بالضبط. المهم ما فايتش الثمن 10 دراهم. كناخذها، درت فيها تقريبا شي 3 بارتيات ديال الشوكولاته، خليت شي 2 هكاك في الباكيه. درتها تذابت، ملي درت الكاسرونه فوق البوطه درتها فوق البوطه مهيله بزاف، نقص عليها البوطه بزاف، ودرت عليه تقريبا واحد 2 معالق صغار ديال زيت روميه، وخليتها كتذوب على خطره تنحرك فيها تذابت. هانتوما كما شفتوا في الفيديو راه ذابت ليا مزيان، غير كما قلت لكم وقع لي الغلط وصافي، خليت نسيتها فوق البوطه بزاف ودارت ليا
بحال ما بقاتش ليا دايبه مزيان. المهم علينا، واخا هكاك كملت بها الوصفه باش ما هي ما نتماش وكان ضيعتها وصافي. من بعد ملي درت ليها الشكلاط صافي تنرمي فيها دوك الكويرات، حتى كندير لهم الشكلاط كاملين حطيتهم فوق هاد البلاستيكه هادي، غير سنحطها كتنشف ليا دغيا. مع دابا الحال بارد دغيا نشفوا ليا، ما احتاجيت لا ثلاجه لا حتى شي حاجه، خليتهم غير هكاك في الهواء ونشفوا دغيا، ما احتاجيتش كاع الثلاجه نهائيا. بالنسبه لواحد الاضافه تقدروا تزيدوها، هي ملي تغم ملي ديروهم في الشوكولات تقدروا دردلو يعني ديروا ليهم الكوك من الفوق نيشان باش يلصق فيهم داك الكوك ولا لوز مهرمش، المهم ملي بغيتوا تقدروا ديروا اي اضافه بغيتوا، ولكن كنصحكم بزاف بالكوك حيت حتى هو تيغلط. ما كانش عندي انا ما درتوش، اكتفيت فقط بالشوكولات الابيض، تسليتهم ودرتهم في هاد الغرف هذا، وحطيتهم عندي في الثلاجه في واحد البلاصه ما كت يعني ماشي فريغو ولا شي حاجه، البلاصه اللي ما كتكونش عندكم بارده بزاف في الثلاجه كتحطوهم. من صافي دابا هما كما كتشوفوا جمعتهم، انا في التوصيل نوريكم الشكل ديالهم كيفاش كيجيو، كيجيو رائع حتى في المذاق واعرين بزاف، غيعجبوكم وعجبو كذلك وليداتكم. ها هي الداخل كيفاش كتجي، كويره كما كتشوفوا. المهم بالنسبه لطريقه الاستعمال، راه تاكلوهم فوق ما حبيتوا، يعني ما عندهم شي وقت محدد، فقط ما بغيتوا تاكلوهم كلوهم راه كيزيدوا في الوزن. في غضون 15 يوم راه تبان لكم واحد النتيجه زوينه بزاف. عبروا ريوسكم قبل وبعد وغادي تلاحظوا ان شاء الله الفرق. والله الا البنات بلا ما نبدا نحلف عليكم، راه هذه الوصفه هذه راه جد فعاله بزاف، جربوها ردوا عليا في التعاليق. وكذلك النساء كما قلت لكم المرضعات يديروها ما يخافوا من حتى شي حاجه، الحوامل يحيدوا غير الصوجا حيت انا على ما قريت هي ما مزياناش بزاف للحامل، ما عرفتش واقيلا عندها شي اضرار شي حاجه فحال هكاك ما عرفتش. المهم تدخلوا قراو عليها، انا ملي كنت كحامله بولدي ما كنتش كناكلها حيت قريت عليها بانها ما مزياناش. تقدر تعودوها بشي حاجه اخرى بحال مثلا اللوز ولا القرقع، المهم شي حاجه كامل مكسرات اللي تقويكم. بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي تقدروا تزيدوا التمر، تقدروا تزيدوا التمر، تقدروا تعجنوها بالتمر، تقدروا تزيدوا اي اضافه بغيتوا. فهمتوني البنات، انا تنعطيكم الفكره وانتم كملوا من عندكم، وسمحوا لي بزاف ملي تنقول المصطلح ديال البنات، لحقاش ماشي غير البنات اللي تيتابعوني، كاع الفئات تيتابعوني، وهاد الفئات كامله راه صالحه ليهم هاد الوصفه هادي، ما اقتصرتش فقط على البنات، غير انا فمي متعود يقول هاد الكلمه هادي واستسمح بزاف. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه، ما تنساوش انا تاني ما تنساوش تخليوا لي اللايك للفيديو الا شفتوا راسكم راكم استفدتوا في الفيديو، ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. وكذلك الى بغيتوا تشاركوا عندي في القناه، يعني حتى شي واحد بمر بعض شي حاجه ضغطوا على زر الاشتراك، تابوني ولا سبسكرايب، وكذلك الجرس باش توصلوا باي جديد حطيته ان شاء الله في القناه. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه. تهلاو ليا فرصكم بزاف بزاف، السلام عليكم.